ونحن في هذا المساء الطيب والاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، وهذه المناسبة عزيزة على قلوب كل مسلم سعودي يعيش على أرض هذا الوطن. وقد كان لنا هذا اللقاء الطيب مع هذا الأخ الذي يحدثنا عن مشاعره بهذه المناسبة، وشرف كبير لقناة أبو مطران وهي تستضيفه الليلة في هذا المساء. فماذا يقول أخينا في هذه المناسبة الطيبة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يعني نرحب فيك يا أخ أبو مطران، واجدها مناسبة عزيزة قدم فيها في هذه المناسبة السعيدة بالتهنئة لولادتنا الكريمة، ابتداء بالملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الشكر موصول لمجموعة الحكير الذي أتاحت الفرصة لأماكن تقام فيها الاحتفالات وفرحة الأطفال وفرحة ذويهم. ونرحب فيك مرة أخرى يا أبو مطران الحربي. أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله دائما من احتفال إلى احتفال في هذه المملكة الغالية على قلوبنا، وأسأل الله جلت قدرته أن يحفظ حكومتنا الرشيدة وهذا الوطن دائما شامخا. وتحياتي لك لتحت هذه الفرصة لي. الله يحفظك. الله يحييك.